السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما راكم تشوفوا البنات وين جيتكم، من جبتكم اليوم، جبتكم المارشي ولا سوق الفلاح تاع بازيطة باب الواد. كما راكم تشوفوا الحانوت اللي راح نشوفوه اليوم، جبتكم باش تشوفوا الحجابات، الجلابيب، الستار، هادو ما كامل اللي دومونديتوهم مني، جبتكم باش تشوفوهم اليوم. عاود رجعتكم للحانوت ديالنا الشهير اللي يبيع سلعة ما شاء الله، ما لي بخي تاعو روعة. راهو جاي هنايا، شتو كما تعرفوا بازيطة عندهم تحت هنايا الطابق هذا الارضي، وعندهم الفوق يطلعوا بدروج هذوما تاع الحديد. حنا الحانوت تاعنا راهو جيست تحت دروج هذوما، راهو جيست من مور دروج. داكوغ، كي تجو روحوا ليه مباشره. عدنا والعود احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلامتكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد. في فيديو جديد كما قلت لكم نكملوا فيه الجزء الثاني من المحل تاع باب الواد، بازيطة، سوق الفلاح تاع بازيطة، باش نكمل لكم تشوفوا كامل لي موديل تاع الحجابات والعبايات واش مازال كاين عندهم. المهم اللي ما شافتش الجزء الاول راح نخليوه لها في صندوق الوصف ان شاء الله، هدخلوا تماك كليكيو عليه يديكم مباشرة الفيديو، الرابط تلقاوه تما، ودخلوا تشوفوا كامل واش كاين بالاسعار كما ولفتوا مع خديجة. هيا نبداو البنات. عندنا الموديل هذايا اللي راهو اكسبوزي في الباج، شوفوا ما شاء الله. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، المحل هذا هو المحل ديالي وين نشري فيه من نهار لبست، تجي الباب وانا نشري غير من عنده حباباتي. عنده كاليتي، يعني ممكن تروحوا تزيدوا تفهموا لا كاليتي والسومه ما شاء الله، ويعني من الورشه ولا من الورشه الخياطه لعندكم للبيت مباشره، يشدوا ميم لي كوموند تاع الناس. مثلا عندك كاش موديل حبيتي وما لقيتيش، جا واحد اخرى يخدموا لك. المهم حنخلي لكم رقم الهاتف تاعهم باش تتواصلوا معاهم. هاوليك شوفوا معايا الموديل هدايا دار 250,000 هكذا. هامليك شوفوا اي حاجه نسيت ما قلتها لكمش ولا ابعثوا لهم لهنا يزيدوا يفهموكم. هذا في لامارك بابيون، فوالا بروميير شوا. ما شاء الله هامليك شوفوا معايا الالوان المتوفره عندهم، عندهم الالوان يعني ربي يبارك. شوفوا شفتوا عم يبيعوا جمله وتجزئه هكذا بالنسبه للناس اللي يكونوا ولا اللي راهم مهتمين بالامر ولا يحبوا يعاودوا البيع ولا يبيعوا جمله ودي. طيب فوالا فيكو الورشه نتاعهم، يعني هما اللي يخدموا هذا الموديل كامل. شوفوا معايا هذا الموديل هاوليك، هذا كنا شفناه في الجزء الاول من لا فيديو. هذا دار 250,000، شوفوا شحال شابه اليد ديالو ما شاء الله. هاوليك الالوان عندهم واحد الالوان تحفه البنات. شوفوا معايا كاين هذا ثاني 250,000 كيف كيف. شوفوا اليد تاعو بليلاستيك، ها وريك كيفاش يجي القماش روعه. هامليك الالوان ديالو انا عندنا ثاني الموديل هدايا يجي هكذا بالاكسسوار هذا، ها وريك كيفاش يجي الخدمه ديالو، ها كل شيء باين. جون شيت فوالا قماش خفيف ما شاء الله. يعجبوني حاجه في قماشاتهم ما يتكرفزوش، يعني يديروا قماش بحميه شويه ما شاء الله. شوفوا اليد باللاستيك هكا فيه الالوان ما شاء الله. هذا دار 220,000 البنات فوالا. هي لبس حتى لوين؟ 38 حتى من 38 حتى ل 44. عندنا ثاني هذايا بالكاشكور، موديل كاشكور لاصق عليه، يجي لاصق فوالا ما شاء الله. شوفوا هاولي كيفاش يجي، يجي بليسي هنايا اسنيفو في ليزيبول، هاوليك كيفاش يجي البليسي غير الفوق، واليد تاعو هكا بليلاستيك، وهنا يجي فيه الحزام يتربط اللور. هاوليك فيه الالوان، هذا دار 250,000. شوفوا معايا ثاني هنا هذا الموديل دار 270,000. 150 150 شوفوا هكذا يجي هكذايا اللي هاوليك بالقفاله هنايا 270,000. لو موديل هذا اللي راهو اكسبوزي في الكري، هاولي كيفاش جاي. ها هاي اللي دتا هذا دار 280,000. هاملك الالوان اللي باقيين فيه، شوفوا لي هذا 250,000 دار. هاولي كيفاش يجي جو كول باتو ولا مش كيفاش يقولوا له، يجي كامله بليسي عريضه ثانيه ما شاء الله. قماشه تحفه البنات، شوف القماش ديالو ما شاء الله. انا دائما في الحجابات ديالي في الجلابيب يعني نواسي ناكد على القماش. كاين قماشات وين تلبسي حجابك ولا تقعدي به مثلا شويه يتكرفص كامل يسموش من بعد ماشي. شوفوا هذا ما شاء الله، شوف يعني غسلي ولبسي ربي يبارك. المهم اليد تاعو هاي اللي كتجيب لي لاستيك، يجي فريمون عريضه
شباب تاني هذا دار 250,000، هذا واش باقي لهم فيه الالوان؟ بالك من لما تجوا ان شاء الله يكونوا جابوا. عندنا تاني لو موديل هذا، شوف هذا تاني يد تاعو شابه. شحال داير هذا الموديل؟ هذا 200 200,000. شوفوا شحال شباب اليد تاعو شابه هاوليك، وهو يجي سامبل كامل. لا هاوليك سامبل حتى للفوق اليد تاعو ما شاء الله. ها كيفاش تجي اليد تاعو؟ يجي معاه حزام يكون خلاص هاوليك. منا خواتاتي شوفوا معايا، حبيت نوري لكم دركا واش عندهم العبايات هكذا. اقعدوا معايا تشوفوا، شوفوا لي موديل ديالهم يبداو من 190,000. شوفوا اختيار كبير كبير كبير، يبداو من 190,000 حتى ل 400,000. ابقي في الاخر نوريكم لي موديل اللي عندهم تاع مصر، داروا 700 نورمالمون. اقعدوا معايا دوك نوريكم شويه شويه. شوفوا لي راهو كما نقولوا راهو مشغول صاحب المحل، ما عنديش الاسعار تاع كل وحده هكذا. شوفوا دوك انا نوريكم واش كاين. هاوليك كما قلت لكم يبداو من 190 ما يفوتوش 400,000. شوفوا معايا هكا، صوروا لي موديل دوك نسقسيه الى النيميرو التليفون هذا، فيه الفايبر والواتساب هذا باش تقدروا تزيدوا تسقسيوه مليح هكا. شوفوا معايا دقيقه نجيكم منا هكذا باش نحكم مليح هذا. شفتوا قلنا يبداو من 190 حتى ل 400,000. دوك نزيد نوريكم لي موديل تاع مصر. هاوليك المهم عندهم دي موديل يعني خير كي ربي. المهم هاد لي موديل اللي راهم الفوق ما راهمش باينين مليح. على كل حال انا نتمنى البنات الا تقدروا تجيو نتوما خير، اي خديجه توريكم لي موديل وتوري لكم البلاصه وانتم ارواحوا لهنايا باش تشوفوا بعينيكم وتخيروا خير خير البنات ياك. وانتوليكا هو بلا هذيك ما يعملش توصيل. حبيت نوريكم لي موديل هذا الا وجاي بالمارون هنايا. شفتوه هذا تاع مصر، هذا الموديل تاع مصر البنات. شوفوا هاي اليد تاعو كيفاش تجي هاليك، فيه البيج وفيه المارون هاوليك كيما راكم تشوفوا. تجي فيه هاد الاكسسوار هنايا هكا، وتجي فيه السنسله هكذا كيما راكم تشوفوا لا فينيسيون ديالو ما شاء الله. هاوليك هذا دار 650,000. بالنسبه للعبايات تاع مصر البنات راهم يجيو بالخمار تاعهم، حتى هذاك لو موديل مارون اللي وريت لكم مقبله هاو يجي بالوسمو ديالو بالخمار. عندنا ثاني الموديل هذايا شوفوا كيفاش يجي مخدوم، هذا اليد تاعو تجي هكا مفتوحه. شفتوا شحال شباب مهبل. هاوليك سيداتي كيفاش يجي ان شاء الله برك يكون باين مليح مع الاضاءه. هاوليك هذا دار 700,000 بالفولاغ ديالو. ها وكاين ثاني دوزيام موديل يعني كيفو كيما هو، برك هذا يجي بالالاستيك هنا في اليد. شوفوا شحال شباب الخدمه ربي باركه. شوف شوف سي نقرب لكم شتو. المهم اللي عجبتها اي حاجه تطلع لعندهم راه مش بعدها، في بازيطا باب الواد الجزائر العاصمه. وهاوليك لو نيميرو التليفون فيه الواتساب، اي حاجه ما عرفتش نفهمها لكم ولا تحقوها ولا عيطوا لهم. كما قلت لكم راهم يبيعوا جمله وتجزئه. عندنا ثاني الموديل هذا ثاني زين شباب. شوفوا واش دايرين له هنايا هاوليك. شفتوا هاوليك اليد ديالو كيفاش تجي بالينا طلعه صوت الاحمر. هاوليك دونك الموديل هذايا دار 230,000 حباباتي. هاوليك كما راكم تشوفوا فيه هاوليك الالوان ديالو في دي كولور ما شاء الله. شفتوا الخدمه ديالو هذه هنايا تجي تحفه، فيه لي كولور ربي يبارك. دار 230,000. كاين ثاني لو موديل كيما هكا 230. شوفوا ما قدرتش نصور لكم كامل كامل لي موديل، عندهم اختيار كبير ربي يبارك. هذا ثاني فيه الالاستيك هنايا، هذا دار 230,000. هاوليك كما راكم تشوفوا هاوليك الالوان ديالو. الموديل هذا دار 250. هاوليك كيف كيف الالاستيك في اليد. هاوليك كيفاش يجي وفيه هاد لي بونبون هنايا، وهنا شوفوا شتو كيفاش يجي لتحت. هاهم الالوان ديالو دار 250,000. هذا هاد لو موديل دار 290,000. هاوليك هاهم الالوان ديالو، وهذا دار 270. حبيت نوري لكم برك الحجابات تاع صحاب العمره والحج وكامل، راهم ديسپونيبل عندهم ليك في اللون الابيض هكذا لامهاتنا.
وللحاجات هاوليك ان شاء الله ربي يمكنكم جميعا يوصلكم لها جميعا وانا معكم ان شاء الله. المهم هذاك الموديل اللي على يد اليسرى هايلك من هذا الجهه اللي فيه لاكابيشتر 270 ألف ان شاء الله برك يكون باين مليح. وهذا الزوج اللي قدامه داروا 270. المهم باش تعرفوا برك بلي راهم ديسبونيبل عنده. استناوني نوري لكم دركا الحجابات هذوما اللي عنده، دي موديل تحفه تحفه تحفه. شوف هذا تقدري تلبسيه في عرس، تقدري تلبسيه، شوفوا شحال عريض 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 جدا جدا كيفاش يقولوا روعه. كيخلوه في الدونتيل. اه هذا نفسه تقريبا نفسه برك فيه لا دونتيل هنايا زياده. هذا شباب على اللي فيه شغل البرقاصه كيف تغلو كيف كيف كامل يجوا بزاف ايفازي يعني. شوف فيهم من ام حتى الدوبل اكس، من ام حتى الدوبل اكس ال. شحال داروا السومه؟ السامبل الاولاني هذا 330 330 هذا 350 وهذا 370 370 الف. مي دي موديل تحفه. شوفوا هذاك الاولاني هاوليك اليده تاعو كيفاش جايه هكذا، وفيه تجي فيه السنسله كيما هكا، وهذا الثاني كيف كيف السنسله هكذا سوغ لو كوتي واليد تاعو كيما هكذا. دونك 330 350 و370. علاش نعاود نذكركم برك اللي ما شافتش الجزء الاول هاوليك، او راهو عنده توسكي نقاب ستار كامل كامل الانواع، من القصير من المتوسط من العملاق من اللي فيه الالوان هاوليك. عنده ثاني حتى النقاب هكذا هذاك بدون اسم، عنده لي غون، عنده كامل كل شيء. هذوما الاكسسوارات راكم تلقاوهم عندي. بهذا نصل الى نهايه الفيديو حباباتي. قلت لكم كما قلت لكم الجزء الاول اللي ما شفتوش راح تلقاه في صندوق الوصف ان شاء الله، وكما قلت لكم ثاني يعملوا البيع جمله وتجزئه. هاوليك النيميرو التليفون ديالهم راه فيه الواتساب، واللي حبت تروح لتما يكون احسن واحسن، ما يعملوش توصيل كما قلت لكم على طول لا فيديو. هذه هي اي حاجه حبيتوني نزيد نصورها لكم حطوا لي في التعليقات حنوناتي. هذا ما كان، اضربوا طليله على القناه الثانيه همسه خديجه 2، واللي عندها اي حاجه جديده او مستعملات حبت تبيعها في فيديوهات البيع والشراء تتفضل مرحبا بها تبعث لي. سي تو فوالا. دونك ما تنسوناش جيم لا فيديو، بارطاج مع حباباتكم اللي قاعدين في الدار ما يخرجوش وما تانيش اللعويناتهم ولا كش ما يشوفوا حاجه تعجبهم. واللي ماشي مشترك معنا في القناه تشترك معنا، وما تنساش تحط لي في التعليقات هكذا باش نرحب بها. دونك هذه هي، طلعوا لي في وحدكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.